من فترة عملت ألف سبيد رانينج واللعبة كانت كتير بيض فيا ومهباية جلتشات بشكل جنوني. بعدين حكيت لحالي فيني أحول هاي اللعبة للعبة تانية يا وبهذا الفيديو رح أعمل أبديت للعبة. ما حيكون شي صعب صح؟ أوش. وهذا شكل شخص سهران طول الليل عم يعمل اللعبة لا تقلده أبدا بحياتك. أوكي أول شي خلونا نرجع لورا اللعبة سبيد رانينج صح؟ نزلت على speedrun.com صح؟ كنت أفكر إنه ما حيكون في أي جلتشات بالسبيد رانينج انصدمت من الأشياء اللي عم تصير. ليش فينو شخص ينزل تحت الماب؟ فيا إذا بدي أحدث هاي اللعبة أول شي بدي أحدث أول الجلتشات اللي صارت بالجيم الماضي. فورا فتحت يونيتي بعدين رحت على الشاشة التانية عم أتفرج على اليوتيوب. يابو فورا فتحت نتي وقعدت احل جلتش الباب اللي بينزلك تحت الماب. اللي ما بعرف شو جلتش الباب هو لما كنت تفتح الباب وانت جوا الباب بيخليك تنزل تحت الماب. ما بعرف يا ما جرب انا غبي اني ما حليت هاي المشكله ما اكتشفتها. والناس استخدمتها عشان تخلص الليفلات كلها حرفيا كلها. فانا شو عملت ضفت نظام انه اذا الباب خبط باي شيء هو نازل لتحت يوقف ويا ات لوكس ريلي جود جاي. ويت ثواني مو هلا انت يا سمعتوا انا شو حكيت صح؟ حكيت جيمز. اول شيء قبل ما نعمل جيمز لازم نعمل ماب بسيط. فقعدت اعمل ماب هيك بسيط بكيوبس وبرو بيلدر وليتس جو ويا هاب بوي. طلع يا انه رهيب بس لسه ما لازم نعمله بيك سايك. اعمل بيك لايتنج اوت 5. انا ما خلص الماب ليش عملت بيك لايتنج؟ المهم صار الماب شكله مو. فاول شيء هلا بدنا نعمله لازم نضيف جيمز. بتعرفوا جيمز كل الالعاب مربع وما له اي فائده و حرفيا قاعد مكانه. فانا شو عملت خليت جيمز عنده انفرس كينيماتيك ليجز مثل عنكبوت. يا اول شيء ضفت له رجلين بس خليته اربع رجل بالاخير ويا انه طلع جاد دايم مان لوك ات ذس. شوف بس جيمز كيف هو عم يلحقك بالجيم. اقسم بالله انه براعه بتقول سبايدر وومن سبايدر جيمز قصدي ومن لانك حرام باي ذا واي هاي اللعبه اسمها حرامه بس الناس اللي ما بتعرف والناس اللي ما بتعرف عملت سناب صور الشاشه ضيفوني او يا ما بعرف شلون الناس بتعرف عن السناب. انا عن جد حمار بحياتي ما بعرف عم. وعلى سيره جيمز الاسطوري لاحظين انه جيمز ناقصه شيء؟ يس ناقصه صوت فضفت له صوت هيك مثل عنكبوت قال عم يتحرك. لا تسألني شو عم بعمل اوكي. وباي ذا واي في يوتيوبر اسمه هنادي نزلت فيديو فيه جيمز. روحوا دوروا على جيمز بالفيديو تبعه واكتبوا له بالكومنت جيمز بس هيك سبام. لو رابط الفيديو بالديسكربشن. ثاني شيء كان بدي اعمله اني احسن الجرافكس شوي. اللعبه القديمه ملاحظين انه فيها نوع من انواع اللون الباهت نوع ما بعرف شو بالضبط. فيها نقص بتحس الماب فاضي ما فيه اي شيء بس فيه بابين وهي. يا كل ما اضيف ضوء كان لازم اعمل بيك لايتنج. كنت قاعد بامان الله عم بشرب جالكسي اس بلس بلس 7 اب طلع لي كومنت عم يحكي لي اونكس 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 ليش تحكم اللعبه بيض. وانا هون انضربت وانصعقت نفسيا قررت اني اعدل الموفمنت بول. ليش عم يصير هيك؟ هاي اخر مره بحدث موفمنت للعبه لانه لما عدلت الموفمنت وكبرت ام اللعب صار في كتير اخطاء. اولا لما كبرت اللعب صار لعب صار شكل اللعب او صار حجم اللعب اكبر من المفروض ما هو يكون عليه. فصار الجرابلينج والاشياء هاي شوي غير عن المعتاد. وصار لما تنط ينط 5 سنتيمتر بس حليتها هاي ما صورت الفوتج بس ما بعرف. بعدين قررت اني احلل اللعبه وتحليلي طلع انه اللعبه بيض. فبتعرف اللعبه لازم يكون فيها ايستر اكس وافضل طريقه انه نحط فيها ايستر اكس ببساطه انه نجيب فويس اكتر للعبه. المهم فرحت على الديسكورد فريندز ليست تبعي وقعدت ادور اذا في حدا ممكن يعمل فويس اكتنج. لا هاد ولا هاد ليش عندي حرامه بالفريندز. المهم انه كلهم بيض بالفويس اكتنج. لما واحد منهم يجي يحكي لغه عربيه فصحى بتايام يحكي لماذا نحن هنا ولماذا انت نحن هنا. يب هاد عربي فصحى المفروض. ففكرت فورا اني ارجع للخطوه بي اني اكشلي ادفع لشخص مشان يعمل لي الفويس سايك مان. بتتوقع انه انا اونكس ممكن ادفع لحد يسوي لي فويس اكتنج؟ ما بتضحك النكتة. فعشان استغل واحد من رفقاتي اللي مو بريئين اللي هو ليج بلاير مور لايك ليج لوزرز. اوكي خلص صدقوني ما عاد انزل. رحت حكيت له يو دراجون تعمل فويس اكتنج حكى لي يس. بعدين حكيت له اوكي يلا. بعدين بعدها بكم ساعة رحت حكيت له يو دراجون خذ السكريبت والسكريبت كله اخطاء انلائية ف مان قعد ربع ساعة هو عم يموت هو يسجل الصوت. بس اخر شيء طلع مان هالانسان كثير فويس اكتنج عنده رهيب. ثواني اسمعكم كم فويس للفيلم هذا التي تقوم بعملها من خلال جهازك الخاص. عبر جهازك الخاص يمكنك ان تقوم برؤيه الحراره. سمعتوا كيف حتى جوا اللعبه شكلهم اسطوري اخذتهم هيك كوبي بيست ويا ويا طلعوا جدا اسطوريين. فبعدين انت ايش عملت؟ فتحت افل ستوديو مان برنامج جاد دايم حطيت فيه الصوت وصفيت الصوت وحطيت الروبوت افكت ويا انه طلع جاد دايم. فيا هيك خلصنا الفويس اكتنج وكلها ايستر اكس. اوكي جايز يا جماعه النظريات والايستر اكس ومحللين ام الموضوع وهي الشغلات هي الاشياء البيض الاسطوريه اللي ما بعرف شو اللعبه هي كلها ايستر اكس حرفيا كلها ايستر اكس كلها اشياء ممكن تكتشفها كلها هي. فاذا انت
بدك تشوف اللعبه وتحل الايستر اكس تبعه وتعمل عنها فيديو دوت وبعت لي على الخاص جاد دايم لانه هذا الشيء حيكون اسطوري. ثاني شيء بدنا نضيف انه تقدر تتنمر على جيمز يو نو، والجرابينج سيستم باللعبه القديمه كان شوي غريب، يعني تمسك الشيء بعد 9 سنين وهو يعني ما بعرف المهم كان غريب، فالدته شوي بسيطه بس خليته يسحب اكثر اسرع شوي ما بعرف اذا هيك تنحكى. هذا ما سحبته حليت هذا الشيء وصار فيك تمسك اي شيء وتتنمر على جيمز. بتعرفوا بهاف لايف بالبدايه باول ليفل بيكون هيك التبقطار وبعدين بيحكوا لك ويلكم تو بلاك ماشاشون، يا المفروض هيك بيحكوا صح. فسرعت هاي الفكره كوبي بيست، بس عملت مختبر بسيط انت بتمشي فيه لحتى توصل المكان اللي بيوديك على الباركور. يا جاد دام يا اني اسطوره مان عن جد، يعني كميه الابتكار بالموضوع لا تصفقولي، انا اسطوره يعني ما بعرف ليش بس هيك، يعني ما ابدا مسروق من لعبه اسمها هلف ملفوف. اوكي ما بعرف شو هلف ملفوف هي، بس هيك بحكوا عنها انه كانت لعبه ب 1999. المهم بما انه هلا عندنا بلاير موفمنت اسطوري او منيح او ما بعرف، كان في نعمل توتوريال ليفل انه يكون في نطات بدون ما تقع البلوكات اللي تحت، فعملت هالمكان البسيط اللي بتنط عشان تتعلم كيف النط. ما بعرف انه صدقوني كان في كتير ناس ما بتعرف تنط. ده شيء كان بدي اعمل هو سلم، لانه بدون سلم حياة بيض، فضفت سلم ولسبب ما السلم كان كتير بيض بالبداية بس حليت المشكلة وصار يطلع منيح. وفي مشكلة بسيطة جدا بالسلم، بسيطة جدا، اذا ضغطت سبيس وانت على السلم بينسك من السلم فدير بالك، او اذا بدك تنزل ممكن يكون شيء منيح مفيد نوعا ما. كان بدي خط للعبة فيا رحت على موقع فونت سبيس وهذا الخط كتير حلو، خطنا الحلو. بعدين كنت محتاج ميوزك للعبة بس بعدين كنسلت الفكرة، ليش ميوزك باللعبة yeah. بس هاي اللعبة انا عم بعملها كابديت للعبة القديمة، ما هي لعبة جديدة، فعم بحل غالبا الجليتشات اكتر شيء. كان في جليتش بسيط بالجرابلينج سيستم انه ما بعرف ليش اذا بتقعد تتحرك بسرعة كبيرة بتصير ترقص yeah. بتعلق بالهواء، المهم عاد تقدر تتحكم بالسرعة والاشياء. فبلاير كنترولر سيستم الجديد، اوف والله انها كلمة صعبة. فبلاير كنترولر سيستم الجديد صار فيك تقدر تتحرك بشكل منيح لو انت عتال جرابلينج فيا جاد داون. بعدين هون الشيء الاسطوري جدا، تعرفوا كيف بورتال في بورتال جان، انا قررت اضيف جرافيتي جان بس بطريقتي الخاصه، اخليه لما تضغط عليه يجذب الاشياء تجاهه. بعد ما عملت هذا الشيء لما استخدمته صار يجذب الاشياء تجاهي وجاد داون، لكن احترس قد ان يكون قاتل اقسم بالله اني ممكن يقتلك ويا دير بالك، لانه انا اول رده فعل إيه لما خبط فيني سلاح حرفيا كانت هيك. يما خوفني والله خوفني. انا ضفت هذا السيستم اللي بيقتل يا هاي كانت ردة فعلي يا. وبعدين بعد ما عملت بيك لايتنج وخلصت الماب البيض اللي قعد معنا 5 ساعات بعد ضفت له انيميشن بسيط وصوت هيك يا جاد دايم يا انه تقيل السلاح مبين. بتعرفوا شيء بما انه السلاح مبين كتير تقيل لسبب ما بدون اي سبب، حاولت اخفف الانيميشن واخر شيء طلع معي هيك جاد دايم، طلع اسطوري وضفت ليفل بسيط لهذا السلاح كمان. وباي ذا واي لما تكون عم تلعب اللعبه كل 50 ثانيه بينحكى شيء عشوائي من هذا الروبوت اللي عم يحكي معك طول الوقت اللي سواه دراجون، وكل شيء هون له علاقه بقصه اللعبه، فلو حاولتوا تجمعوا كل القطع مع بعض حيطلع معكم قصة اللعبة وشو فكرة اللعبة. ولما تنزل اللعبة كاملة حيطلع معكم كل شيء، مو كل شيء كمان حرفيا حتنفك الغاز عشان يطلع الغاز غيره، انت عم تطرح اسئلة عشان تكتر الاسئلة، هذا اللي عم يصير. بس جاد دايم يا انه حتصير اسطورية. لسه ما نزلت هاي اللعبة الديمو للاصدار الثاني، اوكي الاصدار الثاني حينزل بعد شيء 5 اشهر اتوقع، يا انه تكون اكثر لعبة اسطورية عملتها بحياتي. بعدين حسيت انه جيمز نازل اصدقاء صح؟ شوفوا كم جيمز يجيب الفيديو بالخلفيه، في صوتي وصوت زهراء عم تسوي رياكتنج لجيمز، شوف كيف بفوتوا بالحيط. باي ذا واي عم يسالني كيف خليت جيمز يتحرك بهالطريقه اللي واو، صدقني ما بعرف، فيني احكي لك وانا جدا مبسوط كمان. في نقطتين ريكاس، واحدة على اليسار واحدة على اليمين، جيمز بيحاول يحط رجله، هيك بكون خلصت اللعبة الديمو البيض هاي او ماي جاد، عملتها بالزور، انا كان اصلا ما كان عندي وقت اني اعملها بس عملتها فيا جاد دايم طلعت كول. باي ذا واي لما تتحمل الجزء الثاني ديمو لانه الجزء التجريبي ما هو الكامل، واحد بده يعمل سبيد رانينج رابط اللعبة على سبيد رانينج دوت كوم تحت الديسكربشن. يس 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 الظاهر كامل حينزل بعد 6 اشهر، يلا باي.